السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تالتة ثانوي العام والأزهر، أهلا بكم مع تكملة حلقات المراجعة النهائية. إن شاء الله النهاردة يا جماعة احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، كل يوم إن شاء الله بجانب مراجعة الوحدات والامتحانات هنقرأ مع بعض مقال مكتوب، نطلع منه بجمل وتعبيرات وأفكار تفيدني في كتابة اي موضوع مطلوب مني ان شاء الله في اخر العام. طبعا بنشكر كل الكتب الخارجية وعلى رأسها كتاب My New Friend، نجمع طبعا حوالي 50 مقال Important Essays and Emails. اول حاجة من موقع او شركة Long Man، عندنا اول موضوع زي احنا شايفين مع بعض هنقراه ونوضح، ممكن تقتبس منه وتغير افكار يبقى مساعد ليك ان شاء الله ازاي تكتب مقال جيد متكامل. Your role model in life، القدوة بتاعك طبعا او المثل الاعلى في حياتك. على سبيل المثال ممكن تقول My father is an ideal man، حاول تطلع برضو الكلمات، الشخص او الرجل المثالي او النموذجي بالنسبة لي. He is kind and caring، طبعا عطوف طيب مهتم بي انا، طبعا بيراعي شؤوننا. He works hard and takes care of our family، بيعمل بجد طبعا بيعتني بالأسرة بتاعتنا. He is a strong willed person، طبعا شخص ايه ذو إرادة قوية، strong willed. Who doesn't fear challenges، لا يخشى لا يخاف التحديات. And never gives up، ولا يستسلم أبدا. He motivates me to study well، يشجعني ان انا اذاكر بجد. And work hard، وأعمل بجد towards my dreams، من أجل تحقيق أحلامي. My father is my best friend، أفضل صديق ليا. I share all my worries and problems with him، أشاركه كل همومي ومشاكلي. And he always comes up with the best solutions، ودائما بيعطيني أفضل الحلول. When I am sad he comforts me، لما بكون طبعا حزين بيواسيني أو بيطمني بيريحني. And gives me strength، ويدفعني بالقوة وبيعطيني القوة. When I am sick he always أو he stays beside me، لما بمرض طبعا بيمكث بجواري. And takes care of me، بيعتني بي أو بيرعاني. Alongside my mother، alongside يعني بالإضافة إلى أو بجانب مامتي. My father is a loving husband، طبعا زوج محبوب. And a failure son، وابن بيراعي طبعا ابنائه او ابن مطيع لابائه، حنون على اولاده، كلمه فيلير حب الابناء، يعطي كل ما يملك لابنائه. هي هيلبس ماي ماذر ويز هاوس هولد ورك، بيساعد ماما طبعا في شغل البيت. ان شيرز هير لود، وبيشاركها طبعا اعبائها واحمالها. He values her a lot، بيقدرها وبيقيمها طبعا شكل كبير جدا. And never fights with her، ولا يتشاجر معها دائما أو أبدا. He also spends a lot of time with my grandparents، طبعا بيقضي وقت كتير جدا مع أجدادي. And takes them to visit their old friends، بيأخذهم لزيارة أصدقائهم القدامى. Whenever he has time، وقتما يوجد وقت أو في أي وقت طبعا. He also takes us out for family picnics and outings on weekends، ودائما بيأخذنا طبعا لرحلات ونزهات أسرية في عطلة الأسبوع. My father has never differentiated between a son and a daughter، والدي عمره في حياته لم يفرق بين ابن وبنت. And treats both me and my sibling equally، وبيعاملنا طبعا وكل أفراد الأسرة والأخوات بشكل تساوي. He has set an example for us، ضرب علينا مثل. By being an upright, compassionate and genuine human being، أنه إنسان سوي مستقيم حنون عطوف. He has taught us to be honest، علمنا إزاي نكون أمناء، respectful محترمين، and kind وعطفاء. My father is my role model and I love him very much، والدي هو القدوة أو المثل الأعلى لي وأنني أحبه كثيرا أو جدا.
ناخد كمان موضوع يا جماعه كده. The most important experience that has affected our life. اهم موقف حياتي او تجربه اثرت في حياتك. According to me, طبقا لي experiences are very important